السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم عندنا المنح الروسية. طبعا كل سنة روسيا تقدم 15,000 منحة حول العالم، وكل سنة تصير أنزل فيديو من تفتح المنح. العام سويت فيديو، والسنة بما أنه صارت سنة جديدة وفتحت تقديم إلى المنح الروسية، فأيضا راح أسوي منح وأذكر الطلاب أنه التقديم للمنح الروسية بدأ. بس بما أنه هي منحة، لانه لا تفكر انه هي راح تكون منحة قدم عليها خلاص انا راح انقبل وانت تجهز نفسك للسفر مباشرة. لا، اكيد انه المنح بها مقاعد محددة للعراق، يمكن فقط 100 او 110 مقعد بهاي الحدود، يعني 15,000 لكل دول العالم. فان انت تريد تقدم تقدر تقدم عليها بنفسك او احد يقدم لك بمبلغ بسيط، مو تنطي مبالغ كبيرة، لانه التقديم للمنحة هو يكون مجاني. وراح اتكلم ايضا بهذا الفيديو هل سالفه التقديم المنح المدفوع صدق، يقول لك مضمونه 100%، سوالف المكاتب، هاي الامور راح اوضحها، موضحها سابقا راح اوضحها بهذا الفيديو، فشوف الفيديو الى النهايه. اول شيء راح ابدي بالمنح العاديه اللي هو التقديم مالها العادي. انا سويت فيديوين بالتفصيل من اول ما تفتح الموقع للتقديم تسوي تسجيل الى تقديم طلب المنحه. راح أعطيكم لكم الرابط مالته موجود بالوصف حتى تقدر انت تقدم بنفسك. طبعا الاشياء اللي تحتاجها اكيد انه جواز السفر والوثيقه مالتك تكون مختومه بوزاره الخارجيه او الخارجيه والسفاره الروسيه حسب الدوله مالتك. بالنسبه للعراق ما يحتاج ختم السفاره الروسيه. راح تجيب الجواز والشهاده مال المدرسه وترجمها للغه الروسيه عند مترجم معتمد، مترجم رسمي مع التوثيق. زين؟ هذا الشيء. بعدين انه انت راح تحتاج تسوي فحص للايدز والامراض الساريه، الامراض المزمنه، هاي كليتها ترفقها ويا التقديم الى المنحه. بعد ما تسجل اسمك، طبعا مثل ما لا احد يقول لي تعال وانا دلين وشلون اقدم لي وامانه وانا بالمدينه، كما اقدم لاحد موجود بالش اسمه هذا. اذا تريد اقدم لك شوف ايش قد 50 $100 ادخل واقدم، لانه تحتاج تقريبا 40 الى ساعه كامله طبعا على الموقع تسوي خطوه خطوه للتقديم. والله بين مدينتك وبين ما ادري شنو هو وبين هاي ما عندي هاي السوالف، والله ما ادري منه ما اعرف ايش، تعال ساعدني ما لي خلق ساعه كامله قاعد على اللابتوب واقعد اسوي في التقديم ويا ريت اخلص همينه، انه براش ها صار عن منحه، ها صار عن ما ادري شنو، ها ما اعرف ايش يخبصني خبص. تريد شوف 50 $100 ما اعرف ايش اسوي لك التقديم، واذا ما تريد تدفعني اقول لك انا شارح الموضوع كامل ببلاش، لا تنطيني $100. شرح الموضوع بالتفصيل من اول خطوه لاخر خطوه، طب تعب نفسك شويه وروح قدم. ما تريد انطيني $100 اسوي لك اياها وتقديم عادي، ما تقول لي تعال اضمن المنحه، تقديم مثل ما شرحاني بالفيديو، تقريبا طول ساعه ما املي المعلومات ولازم اشياء جاهزه واسوي التقديم عن طريق الموقع اللي هو عندنا موقع فيوتشر ان رشا. هذا الموقع الجديد، سابقا كان موقع رشا ستدي، حاليا موقع فيوتشر ان رشا هو المسؤول عن تقديم مال المنح. راح تحتاجين الاوراق اللي ذكرتهن ان انت حتى تقدم على المنحه، وتملي باقي المعلومات بالتفصيل. هو اكو اشياء تختار الجامعات، تختار 6 جامعات، لازم ما تزيد عن جامعتين بالمدينه الواحده، اكثر شيء جامعتين بمدينه واحده، والباقي يعني تقدر مثلا كل مدينه تخلي جامعه او كحد اقصى جامعتين بمدينه واحده تخلي الجامعات، وتطلع لك واحده من عدها او ما راح تطلع لك اصلا، يعني حسب انت وحظك وحسب المقاعد الموجوده. بعد ما ترفق الاشياء راح يسالك هل الاشياء مثلا تزيد فرصتك بالقبول، مثلا اذا عندك انت بطولات، مثلا تقول انا مثلا عندي اولمبياد ماخذ بهيج، يعني عندي هيج مثلا، خلي مثلا عندك اشياء مميزه عن الباقين، مثلا لغات ثانيه، لغات هواي تتكلم، مثلا عندك مواهب خارقه، مثلا اي شيء سواء كانت بغض النظر عن اي هواي اشياء، عندك ميزه بفد شيء، يعني كلها تكتبها تذكرها، هذا اللي تزيد فرصتك بالقبول. اما بالنسبه للي سهل العمر المعدل هذا اللي ما راح تسوي لك فرق كبير بالقبول، بس عندك اذا عندك اشياء مميزه شهادات تقدر تذكرها موجوده بالقائمه انت راح تمليها حتى تقدم، وتقدم عادي طبيعي مثل ما مذكور بالفيديوهات. طبعا في فيديوهات اخر شيء نزلت من تملي الابلكيشن كامل، تملي تجاوب على كل الاسئله راح يرسلوا لك اياها، انت لازم تطبع. انا ما طبعت لاني ما اشتريت اقدم، يعني انا اوقع على تقديم رسمي. فانت باخر شيء بالفيديو الجزء الثاني مالته
من راح يدزوا لك اياه لا ترفع قبل وقعه، نتوقع بعدين نرفعه يصير عندك تقديم رسمي، وبعدهم عاد يردون عليك بعدين ورا شهرين ثلاثه اربعه. شوف انت الان انه هل يقول لك ان عندك خطا، اذا عندك خطا صحح، اذا ما عندك خطا راح يدل عليك يا اما الموافقه يا اما الرفض. فهذا اني طريقه للتقديم، واستلاب هم كارل راح تجي تسال كل شيء موجود بالتفصيل بالفيديو، تعب روحك وشوف الفيديو كامل راح تفهم طريقه التقديم بالتفصيل بالتفصيل، انه من اول خطوه سجل حساب الموقع الى ارسال الطلب بالتفصيل الممل. هسه نجي على السالفه الثانيه، سالفه المنح المدفوعه والاعلانات اللي اذا تنتشر، خصوصا اكو واحد من الاعلانات انتشر مثل الوباء، مثل كورونا من ينتشر، كلها صارت تنشره، سبحان الله كلها صار عندها معرفه بالمنح، اللي هو منح مضمونه 100% بجميع المدن عدا حدا جامعه الصداقه ب 100 ما ادري ايش قد ورقه، زين؟ كلها صارت تنسخ كوبي بيست، المكاتب كلها كوبي بيست، الاشخاص كوبي بيست، حتى الواحد اللي ما يعرف شيء ما يعرف حتى يقدم تحضير، شايف التحضير شلون واحد بس يترجم الاوراق ويعني اشياء شويه خبره تقدر تقدم انت للتحضيري، حتى هاي ما يعرفها مسوي نفسه انه هو يقدر يضمن المنحه. كلها صارت كوبي بيست ان شاء الله، هم اللي يتغير فقط شنو هو التكلفه مال السعر. كل واحد يجيبه يزيد لنفسه 10 15 ورقات ويضيفه، المكتب يزيد لنفسه 10 15 ورقه ويضيفه. اول ما وصلني هذا العدد وصلني يمكن 135 مدري 125 ورقه المنحه، يعني 12 13 دولار 500 ما ادري، اول ما وصلني ورا كم يوم ورا فتره لقيت المنحه واصل ل 15000 دولار، نفس الكوبي بيست شفته مكتب ناشره كاتب 14500 وب 16000 وب 15000 دولار كوبي بيست ينشرون. وهذا الشيء مو هسه، من شهر 12 يعني بدات هاي السالفه، عرفت وينك تقديم المنحه شهر 12 يعني من قبل شهر 12 همات، وينك هيك؟ يعني المنحه معروفه من بدايه السنه الجديده الى شهر 5 تقريبا، من شهر 2 شهر 1 هيك، اذا انت تستمر الى شهر 4 شهر 5 حسب الدوله مالتك. هذا الشيء المعروف. زين سيقولون زين هسه هاي شلون؟ هذا اذا شفت هذا المسار طلع علي اكس ويدز لكم اقول انت كذاب مباشره، يعني يدز لكم اياه. كل شيء ما يعرف هذا، يا لا تلقاه جايبه من غير واحد هم قال لا اضمن لك، هو حط لنفسه عموله كوبي بيست بس. بالنسبة للمنحة المدفوعة، شنو سالفة المنحة المدفوعة؟ طبعا المنحة مجانية انه انت راح المركز الثقافي الروسي او الروسي يعني تنطي المنح. اكو كم منحة منها ما ادري شنو هاي يضموها شنو يستفادوا من عندها يبيعوها. طبعا هاي شلون تصير؟ طبعا هاي سالفة قانونية يعني هل هي رسمية وما اعرف ايش؟ اكيد يعني لا مو سالفة يعني واحد بس يسترزقون بها، خلينا نقول اكو كم منحه واحد يطلعها من جوا الجو يبيعها، كم منحه يعني مو فد مليون منحه، لا كم منحه يضموها جوا يسترزقون بها والباقي ينطوها. هاي المنح شنو سالفتها؟ هاي المنح يصير بها النصب، النصب مو طبيعي يصير بها، هاي يصير بها النصب الزين، شلون يقول لك اللقمه الدسمه تصير بها، لانه شنو؟ مثلا واحد بالتقديم ايش قاعد ينصب عليهم؟ 10 ورقات ب 20 ورقه؟ لا هاي 15000 20000 ناس 27000 دولار تاخذ عن المنحه وهاي السوالف. اكو يضمنون ما 1% بالزايد هاي اذا هاي السالفه تصير. شلون؟ يعني واحد يعرف واحد يعرف ما ادري شنو هو يعرف ما يطلع له منحه يدخل اسمك بدون ما تطلع بالقرعه يدخل اسمك وتحصل منحه. بس 99% فاصلة 9% همات انه اذا تقدم هيجي راح ينصب عليك، خصوصا اذا عن طريق المكاتب الها، حتى اذا المكتب انطيته وبعدين ترجع عليه النوب، اذا حصلت ربع نص فلوسك فانت يعني هاي زين، اذا حصلت نص فلوسك او يعني حتى اذا رجع لك فلوسك راح يقول لك انا اتعابي انطيني خمس ورقات مال اتعابي مال التقديم ما ادري شنو هو، هذا انت راح تخسر عليه الخالي بلاش. فبهاي الحاله شلون مثلا يعني هل اقدم انصحكم تقدم علي؟ الصراحه ما انصحكم تقدمون علي هاي السالفه. هسه واحد يجي يقول لي لا انا اريد من عندك وبلكة تشوف لي، مثل دش مره واحد لا اريد تشوف لي منحه مدفوعه يا معود ما هاي، لا اريد اشوف لي منحه مدفوعه انا ما ادري شنو انا ما اعرف ايش انا ما ادري شنو هاي. فرحت اكو اشخاص من هذا مو هذول الجماعه الفيسبوك الجروبات التافهين ما اعرف ايش، كل واحد قام ينشر من يمه صار هو اللي نعرفه. اكو يعني رحت اسال قال له ممكن يعني ما اعرف ايش ما اعرف، هذا يقول لي بهلقه سعر، هذا يقول لي بهلقه سعر، هذا ما اعرف ايش. فقلت له ترى سالتهم جماعه يقولون لك بهذا السعر وبهذا السعر يعني، بس انا ما علي
كان يقول لا انا اريد منحه 5000 اكو اريد منحه 7000 او اقل من 5000. كم انا اقول ايش دفتر هو اصل الجامعه مو ب 5000، الجامعه معترف بها وزين ب 5000 بيقول لك منحه، ايش راح يستفاد من الملاعب؟ انا ادري على كل ماكو هذا الشيء. هسه واحد يقول لا اللي انا اريد وانا ايش اسمه، شوف اذا واحد لحلحه مو طبيعيه وان الا لك تريد منحه وتريد منحه ما ادري شنو هو، انا احكي لك اياها بصريح العباره، انا ما اثق لا لا بالواحد اللي يجيب المنحه او الشركه او المعرفه، يشوفوا حسب هذا ما راح اثق بهم زين بالفعل، ولا راح اثق بيك يعني مع احترامي لبعض الاشخاص الزينين، انا الطالب ما راح اثق اكيد 100%، يعني ما راح اقول له تعال خلينا نقدم لك وبعدين تنطيني. انا التقديم العادي على 100 200 دولار يعرسوني وكلها، ابني مات، هذا يقول لي ما اعرف ايش، هذا يقول لي اخوي ما صار بي، وهذا اللي يقول لي ابن عم جدي خال ما اعرف ايش عنده حاله وفاه وبطلت بعد ما اريد التقديم. تقول لك قال لك لا وقت. فاني اذا واحد لحلح منحه مو طبيعي لا راح اثق بهذا ولا راح اثق بهذا. انت يا طالب اذا انت ردت وما اعرف ايش هاي الفلوس راح، اذا ايش قد يقول مثلا هذا ايش قد يقول لي مثلا 14000 دولار، خلينا نعطي مثلا هو اكثر شيء جامعه الصداقه جامعه موسكو في اي جامعه، خلينا نقول انه السعر 14000 دولار. هذا ال 14000 دولار يقول ايش قد مثلا اريدها كلها، اريدها نصها على ايش يقول، انا راح اقول لك هاي الفلوس انا ما راح اقول لك انه جيبها وانطيه اياه وبعدين انتظره واصير على رحمه هذا، وانا راح اقول لك انه لا تنطيني شيء الان يطلع لك القبول كل شيء رسمي وبعدين اصير على رحمتك والطلاب الكلاوات مالتهم اقدم وما اعرف ايش وبخخ. اذا طلع اذا فعلا طلع اسمه بالمنحه راح يقول لي تعال جيب لي فلوس والطالب يفلي يسوي لي حظر، هاي السالفه ما تاكل شي تريد ما تريد بكيفك. بهاي الحاله ايش راح اسوي اني؟ راح اخذ فلوس من الطالب، خلينا نقول بشوف حسب 7 14 قد يكون مثلا، بس انا هذا توقيت مثل ما قلت هذا ما انا ما اثق به، شلون يريد يطلع بشغله قانونيه، يريد عنده معرفه، عنده هديه منحه وطانية اياها، الله اعلم. هذا قال لي انه هذا اللي قال لي انه انا ما راح انطي فلوس، فايش راح اسوي؟ راح اخذ فلوس من الطالب. هاي الفلوس وانا اروح وانا اروح بي اخليها بالبنك، هاي الفلوس اخليها بالبنك، لا انا اسحبها ولا انطيها لهذا الطالب ولا انطيها لهذا الطرف الثالث. راح تبقى الفلوس بالبنك، بالبنك انه ضمان موجود بالبنك، لا انا اقدر اسحبها ولا الطالب يقدر يسحبها ولا الشخص الثالث ذاك يقدر يسحبها. هذا الشخص الثالث ان خلال الفترة اللي اعلنها، شوف خلال شهرين ثلاثة أربعة، شوف هو ايش قد انطى مهلة انه يطلع المنحة للطالب. بغض النظر عن كيف يطلعها، يعني هل هي هدية؟ هل هي قدم طريقة عادية وحظة طلعت له؟ ما ادري. قال لي انه اكو هيج وهيج وهيج، هذا الطالب ما راح انطي فلوس. ان طلعت المنحة فعلا طلع اسمه بالمنحة وطلع نفس كلامه وصدق بكلامه، الفلوس راح تنقل من البنك لحساب هذا الولد. ان طلعت عندك سالفه كلاوات وطلع ما عنده شيء ولا هاي ولا ذيك وكذاب، الفلوس راح تنقل من حساب البنكي الى حساب الطالب ترجع له مباشره. هذا الحكي. اما اذا طلعت المنحه والطالب قال انا صار عندي ظروف وما اقدر ارجع لي فلوسي، ما ترجع لك فلوسك. عشان شغله ايش قد دافع؟ 7 14 مليار فلوسك ما ترجع اذا كان عندك رفض من عندك. ما راح ترجع، إذا طلعت المنحة راح تروح لحساب البنك مباشرة راح يحول الفلوس. زين؟ أما إذا مثل ما قال أما هذا طلع كلاوتشي وما طلع شيء وبس شو اسمه؟ الفلوس راح ترجع مباشرة من حساب البنكي إلى حساب الطالب. غير هذا الشيء ما أتكلم به نهائياً، لا يجي واحد واني ما عندي فلوس وساعدني واني متداينها راح أتداينها، ما حد قال لك تداينها. لا تجي تقول لي انا ابن ولايتك، لا تجي تقول لي انا ابن عمك، لا تجي تقول لي انا ابن خالتك، ولا تجي تقول لي انا متابعك ولا ما اعرف ايش. هذا الشيء الاف دولارات به، مو لعبه ولا ما اعرف ايش. لا اريد ادسل هذا وبعدين يطلع كلاوتشي وبعدين اتفاشل الطالب لازم اخسر فلوسه من عندي، ولا ما اخذ فلوس من الطالب وبعدين يطلع منحه خاف تطلع هذا صدق وانا اقعد لازم ادفع له من يمي. تريد اكو هاي الطريقة، ما تريد بكيفك، واني من الأول أقول لك أنت صار سوالف المدح المدفوعة لا تشتغل بيها، بس إذا تريد كهذا أنا أشوف هذا أكثر شيء ضمان بالموضوع، لا هذا يخسر ولا هذا يخسر ولا أنا أخسر. صح إنه إذا ما طلعت المنحة راح تصير تعب بلا فاضي وترجع لي الفلوس بدون أي شيء، بس يعني كخسارة مادية ما راح تصير، راح الفلوس تروح من حساب الطالب إلى حساب البنكي كضمان. ان طلعت المنحه تتحول منه، ان ما طلعت المنحه ترجع منه انا،
اش يقول يعني شلون اثق بيك وشلون ما اعرف ايش، والله عاد هاي تقيمك بكيفك، ما عندك ثقه لا تقدم يمي، ليش تقدم؟ انا اقول لك السالفه مو مؤكده راح تصير فلا تقدم. زين هذا ان رضيت على راحتك، ان ما رضيت هم على راحتك، وانا قلت لك انه هاي السوالف احتمال ما تطلع واحتمال تطلع. هاي الشيء السوالف المنح بشكل مفصل. اذا عندكم اسئله ثانيه وانا ما كلش مشرح بالتفصيل، مثلا تنسون الفيديو الاول والثاني موجود بالوسط، تروحوا شوفوا طريقه التقديم المجاني 100% مجاني، اشياء مطلوبه كل شيء مذكوره بذاك الفيديو. العام سويت 3 فيديوهات عن المنحه، شرح عن المنحه بشكل اساسي يعني بشكل عام، وتكلم طريقه التقديم الاولى وطريقه التقديم الجزء الثاني، كل شيء مشروع بالتفصيل. وبس اللي ما فهم الطريقه اللي قلتها ارجع اعيدها المره الاخيره، حيصير حساب بنكي وسيط الطالب يحول لي الفلوس، انقبل منحه منحه الفلوس تحولت، ما انقبل منحه الفلوس رجعت. وصلى الله اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مع السلامه.